السلام عليكم، شنو اخباركم؟ لاباس عليكم؟ عدنا من جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الغداء اللي سامبل، كلشي تبارك الله كيعرف يصايبو، مي بعض المرات الواحد كيكون عارف افكار الغداء، خصوصا حنا العائلات كنخرجوا الكوزينه كتقولي اشنو غادي ندير اليوم الغداء. بعض المرات كتكوني طالعه في تليفونك كتبان لك واحد الوصفه اللي انت اصلا ديجا كتعرفيها كتعطيك غير فكره. الوغ اليوم ان شاء الله نشارك معكم غير فكره الغداء، يعني ممكن اي وحده تشحال انا غادي نعطيها اليوم فكره. اكيد من الروز، وهذا الشيء غادي تشوفوه هنايا غادي يبان لكم اشنو غادي نوجد ان شاء الله. انا ديجا انا قطعت ما بغيتش ندير بصله، قطعت غير واحد البورو هكا شلطتها شويه هاديه على جوج شلطتها، وحكيت هنا واحد زوج ديال المطيشات، وهنا عندي واحد الكونتيتي ديال الروز اللي سلقتها نص سلقه فقط. كما كتشوفوا الروز العادي ماشي الكلاسي، سلقتها غير نص سلقه غير باش تكمل طيابها مع هادي. اكيد دابا عرفتوا اشنا غادي ندير، فلفله معمره بالروز، وغادي ندير معاها ان شاء الله واحد الكونتيتي ديال الكفته. اكيد الكفته ما غاديش نديرها الوسط في الفلفله، نو غادي ندير حتى غنستف الفلفله ديالي، وغادي تشوفوني كيفاش غادي نديرها. غادي نبداو على بركه الله. هنا كيف ما قلت لكم الروز طلقته نص سلقه. انا رجعت معكم كيف ما كتشوفوا معايا، هادو هما المقادير. انا هنايا حطيت المقادير اللي غادي نديرهم في الروز وكذلك في الكفته وفي لاصوص ديالنا اللي غادي نطيب فيه هذيك الفلفله. نبداو على بركه الله. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا ندير المقادير ديال الروز، هما الاولين مليحه، يعني انا اصلا ما سلقتوش انا في الملح، ممكن انكم ديك نص سلقه الاولى ديروها لي في الملح. فوالا غادي ندير القزبر والمعدنوس هذا القياس، غادي ندير شويه ديال الكمون، ندير شويه ديال الكركم اولا الخرقوم البلدي، غادي ندير شويه ديال البزار. بالنسبه للناس اللي كيبغوا الحار ممكن انهم يزيدوا شويه الصلصه الحاره، سواء هنا سواء في لاصوص، انا ما كناكلوهاش بزاف صراحه. غادي نزيد شويه ديال السكينجبير، وغادي نديرو شويه ديال التحميره هكا الفلفل الاحمر حلو اكيد. نعم ولدي على الطريقه. وغادي ندير كذلك شويه ديال الكزبر يابس، ودابا غادي ناخذ واحد جوج فصوص ديال الثومه غادي نحكهم هنايا نيت ونرجع معكم. تنحكهم بهذه الطريقه في حكاكه رقيقه، ودابا غادي ناخذ زيت الزيتون. انا عندي هنايا زيت البلديه وعندي كذلك زيت الروميه، وانتوما كديروا القياس اللي بغيتو، ممكن تخلطوهم ممكن ديروا غير زيت البلديه. بالنسبه لي انا في الروز غندير شويه زيت بلديه، في هلا وفي لاصوص غادي ندير فيه زيت الروميه. ها هي كيف كتشوف، غادي نخلط دابا هادشي مزيان، نمشي باش نخلطو كيف ما كتشوفوا معايا كيجي على هذا الشكل. ودابا غادي ناخذ هذوك الفلفلات ديالنا ونعمرهم. عمر الفلفلات ديالي كيف ما كتشوفوا انا ديجا غسلتهم مزيان، نقيتهم وحليتهم، نقيتهم مزيان من الوسط وخليت ليهم هاد الشابو ديالهم باش نعاود نرد عليهم. بالنسبه لي هادو ما كانش فيهم بزاف الزريعه، يعني حتى هذا كان غير قصير قطعته غير هكا. غناخد دابا واحد المعلقه وغنبدا كنعمر فيهم الجلد ديال الروز، ما نعمروش حتى الفوق غير شويه حتى لهنايا باش نخليو هذاك الروز فين يزيد مازال يطلع. وانتم معايا غنبداو بسم الله، كناخدو هاد الروز وكنحاولو نحطو حتى للقاع بهاد الطريقه.
صافي غير هكا، وغادي ندير لها داك الشابو ديالها ونحطها بحال هكا. كنحاول نردو كيفاش فيما قطعتو، وغادي نحطها على هاد الطريقه. غادي نكمل هاد جوج فلفلات، نتوما كيبقى الكونتيتي ديال الفلفله على حساب عدد الافراد ولا على حساب الذوق وداكشي اللي متوفر عندكم في ديوركم. بالنسبه ليا درت انا هاد ثلاثه الفلفلات. ممكن انكم ديروا فلفله ملونه، يعني هي اللي تعمروها، انا داكشي اللي عندي في الدار كنخدم به الفلفله ملونه. انا فضلت انني غادي يعني نحطها هكا من الفوق، هانتوما كيفما كتشوفوا قطعتها هكا مرصويه طوال، وهي غادي نحطها في الطنجره ديالي اولا في الكميله من الفوق. غادي نكمل انا هاد الفلفلات ونرجع معكم باش نديروا لي زيبيس. ها هما الفلفلات ديالي من بعد ما غمرتهم، ها هما سديتهم درتهم هنايا، بقالي هنايا واحد شويه ديال الروز لحتو هنايا في الطنجره، ماشي مشكله. كتختاروا نتوما فاش ما بغيتو ديروها، ممكن انكم ديروا في داك الطواجن اللي تيكونوا ديال الطين غارقين، ديروا فاش ما بغيتو. نبداو على بركه الله دابا نديروا اللقمه ديال الكميله. بسم الله، نبداو بملحه شويه الماء، ما نساوش نكثروش ثاني لي زيبيس حيتاش ديجا دايرينهم في الروز وغنديروهم في الكفته. حلو، كنديروا كل حاجه بالقياس باش يجينا المذاق هو هذاك. نديروا شويه الملحه، هنايا غادي ندير واحد الوريقه ديال سيدنا موسى، وهاد زوج ديال سميتو، غادي ندير فص واحد ديال الثوم، كنحكو هكا في واحد هكا، ها هو كما كتشوفوا معايا فص واحد. ديجا دايرين الثومه في الروز ديال الفلفله، وديجا غادي نديرو عاوتاني ان شاء الله وحيده في الكفته ديالنا. فوالا، غادي نكملو دابا القمه ديالنا، نديرو شويه ديال الربع. هنايا راه القزبر والمعدنوس مقطعين، نخلي غير شويه غادي نلوحو في الكفته حتى هي. غنديرو هنايا واحد تقريبا واحد المعلقه صغيره عامره ديال هادي طماطم مصبره، نديرو شويه ديال الزنجبيل ولا السكينجبير، نكتروش غير شويه، ديجا دايرينو في الروز. غادي ندير كذلك شويه ديال الابزار، فلفل اسود، غادي نديرو الكركم أولا الخرقوم عود، كمونلا، غادي نديرو شويه ديال التحميره تقريبا واحد المعلقه صغيره هكا، وغادي نديرو شويه ديال القزبر حبوب مطحون. صراحه انا كيعجبني القزبر حبوب، كيعجبني دائما ندخلو في الماكله ديالي. فوالا، كيكونوا هادو هما القمه اللي درت. وغادي ندير هنايا زيت المائده غير واحد شويه، وغادي نديها دابا نخليها تقلى على خاطرها مع التحريك اكيد، وغادي ندوزو باش نديرو اللقمه ديال الكفته. دابا غادي ناخذ الكفته ديالنا، هذا شللت غير هاد الطبسيل اللي كنت ديجا دايره فيه الروز، غندير فيه هذيك الكفته. تا الكفته ديال اللحم غير خليتها طلقات، نتوما عندكم الاختيار، ممكن انكم ديروا الكفته ديال السردين، ممكن انكم ديروا الكفته ديال الدجاج اولا ديال لاداند اولا قطع صدر ديال الدجاج وتعمروا بهم، حتى ديروهم وسط من الفلفله كما قلت لكم، ديروا الفلفله هذيك اللي كتكون قصيره الالوان، كيبقى لكم الاختيار. المهم انا كنحاول ما امكن هذا الشيء اللي عندي في الدار هو اللي نقضي به، فكما كتعرفوا في هذا الوقيته نحاولوا ما امكن نقضيو بداك الشيء اللي عندنا في الدار، عندنا ما نخرجوا نديروا في الزنقه. حاولوا ما امكن التقضيه تكون مره واحده، يعني مره في السيمانه واحد غادي يخطف غادي يقضي داكشي اللي خاصو، واحد اللي كيكون مكلف العائله، نحترموا هذا الحجر الصحي راه في مصلحتنا. يعني الماكله اكيد ما غاديش تكون مهمه لينا، ولكن ماشي مهمه بقدر صحتنا، واخا ناكلو الا ما حافظنا الا مرضنا وما حافظناش على صحتنا باش تفيدنا الماكله.
شويه د الملحه. درت هنا القزبر والمعدنوس مقطعين، شويه د الملحه، غادي ندير شويه د الكمون. فكيف ما قلت لكم صحتنا كتبقى اهم لينا من هذا الشيء كامل، وان شاء الله يا رب. درت هنا شويه الكركم، ان شاء الله يا رب يبعد علينا هاد الوباء ويرفع علينا هاد البلاء يا رب. ان شاء الله ما يجي فين يكون وصل وقت رمضان، ان شاء الله نصومو حنايا، ما فينا حتى شي واحد مريض، كل شيء ان شاء الله اللي مرض يتعافى، واكيد اللي ماتوا الله يرحمهم، وحتى الناس اللي ما مرضوش ان شاء الله يبقاو بصحتهم. ومن هاد المناسب من هاد المنبر الناس اللي عندهم والديهم هكا كيقول لك توحشناهم مشيو نشوفوهم، عرف بانك راه الا مشيتي كطلع ليهم وهاد الوقت ديال المرض راه ممكن تدخل وانت دير ليهم المرض، الوغ الا عزاز عليك بصح ديال بصح فعرف راه ما غتمشي عندهم الا للضروره القصوى، لا داعي انك كل ساعه خيطبيطه عندهم. حكا راه انت توحشتهم، الا عزاز عليك والديك ديال بصح فريح في دارك، ريح في دارك. الا عزاز عليك مالين دارك برك في دارك، ما تخرجش ما عندنا ما نخرجوا نديروا، صحتنا اهم. درت هنايا الابزار، ندير شويه ديال الفلفل الاحمر، شويه القزبر يابس اكيد، شويه ديال زنجبيل زنجبيل ندير غير شويه ان شاء الله هادشي كامل غادي يفوت وغيبقى معنا غير التعاويذ. ما غاديش يعني ما غاديش ما نبقاوش نفكروا هاد الوقت الخايب وحنا جلسنا، نبقاو نفكروه بالضحك ان شاء الله يا رب. المهم اننا غير نلتزموا، ولا بينا هادشي كامل اللي فوت نلتزموا ونجلسوا في ديورنا. غادي نخلطوا هاد الكفته صافي، وغادي نخلي فيها انا هاد القمعة هكا وغنخليها على جنب حتى نسالي الكميله ديالي فاش غادي نقطع. فانا باقي غادي نزيد فيها واحد ممكن انكم ديروا حبه ديال البطاطس كتخلي الكفته ديالنا كتجي فتيه، ممكن انكم ديروا فيها شويه الرز. انا بالنسبه لي دايره ديجا الرز، فانا غادي ندير واحد الحبه ديال الجزر يعني خزويه وحده، غادي نحطها في حكاكه رقيقه، غادي نضيفها هنايا. ممكن ديروا البطاطا، انا فضلت اليوم انني ندير فيها قطعة ديال الجزر وحده، ان شاء الله غادي نخليها على جنب من بعد فاش نحك في هذيك الحبه ديال الجزر في حكاكه رقيقه كنذكر. ودابا غادي ندوز للكميله نحط فيها هذوك، نحط فيها الفليفلات راه ديجا تشحرات ليا، وغادي نستف فيها كذلك هذيك الفلفله الالوان اللي قطعتها بشكل طولي كيف ما كتشوفوا معايا. الكميله ديالي ها هي راه تقلات مزيان، فدابا غادي نمرق عليها واحد شويه. انا عندي ديجا كنمرق بالماء شويه سخون دافي، ندير غير شويه ديال الماء اللي طاب فيها داك هذوك الفليفلات، ما ننساش انها باقي كيطلقوا الماء ديالو نتوما، اكيد راه كنراقبوا مره مره خصنا الماء نزيدو، ما كنبغيش انا نضيف كونتيتي كثيره كبيره ديال الماء من الاول هكا. غادي ناخذ هذوك الفليفلات ديالي وغادي نستفهم هنايا بنيله، نحاولوا ما امكن نقادوهم يعني على حساب الشكل ديال الفليفلات، قادو لهم بلاصتهم بهذه الطريقه. راني قديتهم هنايا كذلك، غادي ناخذ قطعة ديال هذوك الفلفله اللي قطعتها انا طويله، نخلي منها غير واحد الكونتيتي اللي غادي نديرها فوق من الكفته. كيبقى لكم نتوما الاختيار كما قلت لكم، ديروها ديروا الكفته اللي كتكون ديك القصيوره، ممكن انكم ديروها في بلا ودخلوها الفران اللي ما بغاش هكا في الكويميله، وي ملي كيخرجها كتجيني وشفه شويه غير لاصوص، كنرش عليها من فوق الفرماج الفرماج احمر فرماج غوج حتى هي كتجي زوينه. انا اصلا هذه الفتره محاوله ما امكن نبعد على الفرماج هذا الاحمر وهذا الشيء، ما
ما بغيتش صراحه نكتر منه ولا نبقى كل ساعه خارجه ناخذه، ولا ما كاينلاش كما قلت لكم كنقضي داكشي اللي عندي في الدار، وكان ما امكن كنمشي للحاجه اللي تبقى صحيه اكثر. اكيد الواحد ما غاديش تكون التغذيه ديالو كامله بيرفكت، ولكن يعني كما يجب، ولكن الواحد نستغلوا هذه الفرصه اللي جا فيها هذا الوباء وهذا الشيء اننا ناكلوا ماكله صحيه، دي سالاد الخضره، ماشي بالضروره نبقاو تابعين غير اللحوم هادشي كامل. غنخليكم دابا بما يعني طاب لينا هادشي شويه يدخلوا شويه الطياب، عاد فاش غادي نقاد هذيك الكفته وغادي نجي نستفها من الفوق وغادي نسد عليها ان شاء الله تكمل. انا رجعت معكم كيف ما كتشوفوا معايا، خديت الكوينيلا ديالي كطيب، وهنايا حكيت واحد الجزره، جزره صغيره. كيبقى لكم نتوما الاختيار كيف ما قلت، ممكن انكم ديروا بطاطا، ممكن انكم ديروا يعني الجزر قريعه خضراء، هي كتخلي الكفته ديالي طريه، ومنها كندخلوا شي حاجه ديال الخضر في اي حاجه، واخا نكون دايرين الكفته ولا صوص كندخلوا هذا، كندخلوا شويه ديال الخضره. غادي نخلطهم هكا مزيان، وغادي نبدا نقادها ونحط فيها في هاد الطبيصيب باش نديروها في الكويميله ديالنا. هكا نخلطها وبديت كنصايب، نصايب صبيعات هكا، ممكن انكم ديروهم كويرات، انا فضلت نديرهم هكا شويه طوال، هاي شكل صبيعات كنديرو القياس اللي بغيتو، درتهم شويه كبار وغادي نحطهم. غنستمر هكا تنسالي هاد الكونتيتي اللي عندي ديال الكفته، غنديرهم هكا على شكل صبيعات ونستفهم اونصومبل فوق من هذيك الفلفله اللي عندنا. خليكم معايا متنشوفين. انا رجعت معكم كيف ما كتشوفوا معايا، ها هي الكويميله ديالنا، ها هي كيف ما كتشوفوا معايا راه غاده كطيب. دابا غادي نسد فيها هذوك هاد الصبيعات ديال الكفته، بسم الله كنحطهم غير هكا من الفوق. طيبوا معاها بالنسبه للكفته، راني ديجا درت فيها حتى هذاك الفص ديال الثومه، ما حكيتوش قدامكم، راني زدتو فيها قبل ما نضيف هذاك الحبه ديال الجزر. هكا كنسد في الكفته ديالنا، وغادي ناخذ هذوك الفلفله اللي ديجا نقصتها باش نخليها من الفوق تبقى شاده ليا شويه، غادي نحطها هكا من الفوق. ماشي مشكل دابا في الحطه، اصلا باقي غادي نطيب وغنقدوها نحطوها في الطباسه اللي غادي ناكلو فيه، ديك الساعات كنبقاو نهزوها بحسب الالوان اللي بقات فيها. فوالا ودابا غادي نسدو عليها ونخليوها طيب. يلا بقاو معايا حتى فوالا، كيكون هذا هو الغداء ديالنا والوصفه اللي شاركت معكم اليوم. كما قلت لكم انا راه ما كان يعني مش غادي نوريكم انا الطريقه كيفاش كطيب الفلفله بالرز، ولا كتبارك الله كل مره حادقه في دارها وكتفنن كيف ما بغات، ماشي بالضروره شي حاجه كتكون مقيده بالورقه والستيلو، كل وحده حتى كتدخل الكوزينه وكتبدع على طريقتها. انا غير عطيتكم فكره يعني باش ما نحيروش، نتوما كتعاونوني انا كنعاونكم، كل واحد كياخذ فكره، مثلا كيشوف واحد دارها مثلا اليوم للغدا، نهار الاخر ما غاديش يحير، هو غادي ياخذ هذيك الفكره ويبدعها بطريقته. هذا كيكون هو البلا ديالنا، كنقدموا على الطريقه، رافقتو انا بشلاده او لا سالاد بالخص وسوري طوماط سوريز والخيار، ولحت فيها هكا شويه ديال تتبيبات او الزيتون الكحل،
ودرت معنا واحد سلاد فروي. حنا كنعرفوا في هذه الفتره خاصنا ناخذوا الفيتامين سي بكثره، وناخذوا هكا يعني الديسير ما امكن على حساب داكشي اللي موجود عندنا في الدار. اللي كاين عندنا كنديروا خا غير الليمون، عصير الليمون، واخا ما يكونش هادشي كامل، غير هاد البلا راه كافي. المهم ندخلوا الخضار والفواكه وهكا في الماكله ديالنا. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. شكرا على المتابعه وفي امان الله.